حاليا احنا في فتره ديال الصيف، والعديد من الناس يفضلوا انهم يقضوا الوقت ديالهم بعيدا عن الحراره في البحر او في المسابح في البيسين. ولكن واحد السؤال اللي ولا تيروج بزاف، او السؤال اللي تطرح بزاف مؤخرا، هو واش كاين امكانيه ان الفيروس ينتشر عن طريق الماء ديال البحر او الماء ديال البيسين، ماء المسبح. بالنسبه للمجلس الاستشاري للصحه الفرنسي تيقول بانه حاليا ما كاين حتى دراسه تنفي او تاكد انه الفيروس ينتشر عن طريق ماء المسبح، الا انه عاده ماء المسبح تيكون مطهر بمواد اللي تتقتل الميكروبات كماده الكلور، واللي يكفي انها تدار في الماء ديال البيسين. بعد واحد نص ساعه تلقاو بان الاغلبيه ديال الميكروبات بانهم ماتوا وما بقاوش. يعني احتمال انه الماء ديال البيسين المطهر يكون ينقل الفيروس واحتمال ضعيف بزاف. اما فيما يخص الماء ديال البحر، ف المؤسسه الفرنسيه للبحوث واستغلال البحار قامت بواحد التجربه، قامت بتحاليل على الماء ديال البحر من مناطق مختلفه من البحار الفرنسيه، ولقات بانه ما كاينش اي اثر للفيروس الكورونا في هذه المياه ديال البحار. والمسألة الأرجح أنه السبب أنه الماء المالح تقضي على الفيروس، أو بالإضافة لأنه الماء البحر تكون معرض للشمس، وبالتالي الماء الملوحة زائد أشعة الشمس تقضي على الفيروس. حاليا العكس بالنسبة للمياه اللي تتكون راكدة كالمياه ديال البحيرات ولا المنابع ديال المياه اللي تتكون عذبة يعني ماشي مالحة، كاين احتمال ان الفيروس ينتشر ويتكاثر في هذوك الاماكن، ينتشر وينتقل من اشخاص لاشخاص اخرين بحسب المجلس الاعلى للصحه الاسباني. اذا فالخطر فين ممكن، من منين ممكن يجي الخطر بالنسبه للناس اللي تيكونوا تيقضوا الوقت نتاعهم في المسابح او في البحار؟ اغلب الاحتمال انه الخطر يكون مثلا في الاماكن المشتركه اللي تستعمل الناس، مثلا كالمراحيض اللي تستعملوا، كالاماكن ديال تغيير الملابس، كالمقابض ديال البيسين، تيكون واحد يطلع مع دوك الدروج ولا هذا تيشد في دوك المقابض. ولكن الاخطر من هادشي كله هو الاختلاط، يعني الاختلاط من بين الناس، وذاك التقارب اللي تيكون من بين الناس الناس اللي تيقضوا وقتهم في المسابح وفي البحار. فبالتالي اللي تنصحوا بانه الناس ولو يكونوا في هاد الاماكن يحافظوا على التباعد الاجتماعي من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه لا اضطروا انهم يمسوا او يحطوا ايديهم او يكونوا عندهم واحد التماس مع الاماكن المشتركه مع الاخرين، انه يبقوا يغسلوا ايديهم ويستعملوا محلول الكحولي.